بسم الله الرحمن الرحيم، ازيكم يا حبايبي؟ اخباركم ايه؟ يا رب دايما تكونوا بالف خير. انا نهى مالك من قناه نهى فوق. ان شاء الله النهارده هنعمل طبق جميل اللي قدامكم ده، طبق يعني بيتحدث عن نفسه، مش عايز اي كلام. هنعمل ان شاء الله البرجر البيتي باسهل طريقه كده، وحاجه لذيذه وحاجه على السريع. وهنعمله ازاي وهنشوف ازاي نغلفه، ازاي نخزنه، ازاي نسويه، وان شاء الله هتكون الطريقه سهله. يلا نسمي الله ونبدا نشوف هنعمل البرجر ازاي. يلا ورايا على مطبخ نهى فوق نشوف هنعمل الطريقه ازاي. هنا بقى جبنا الكبة بتاعتنا، حطينا فيها البصل، حطينا فيها قرن فلفل أخضر وقرن فلفل أحمر وفصين ثوم. خلاص عايزين بقى نفرمه كويس جدا، ننعمهم. نبدأ بقى نفرمه كده وننعمهم جدا. اللحمة طبعا أنا جايباها فيها نسبة من الدهون، فعشان كده مش هحط لها دهن خالص، إن هي طبيعي فيها نسبة من الدهن يعني. كمان نتك على البصل عشان نظبطه كده ميبقاش فيه حتت خشن كده في البرجر وانت بتاكلي. خلاص يلا بقى نفضل البصل وكده نوع ده، بصل وثوم وقرن فلفل اخضر وقرن احمر. ده كميه اللحمه اللي احنا عايزينها، ده كيلو. حطيت له يا دوبك بصلايه واحده بس، وحطيت اربع فصوص، ثلاث فصوص ثوم، وحطيت قرن شطه واحد اخضر واحد احمر. هنا حطيت معلقتين بقسماط ناعم وبيضه، وده خلطه البرجر، خلطه بهارات البرجر يعني. انا هحطها مش هحط اي حاجه ثانيه خالص، بس هدوق الملح، يمكن يقعد شويه ملح صغيرين او حاجه وخلاص، او لو عايزه شطه احط. لكن الخلطه دي هي مش عايزه اي توابل ثانيه خالص. هنا بقى هنعجنه كويس جدا جدا جدا، هنعمه على قد ما نقدر علشان تبقى متساويه معاك وانت بتشتغلي فيها. احنا هنا بقى هنديها كمان وش في الكبة، او لو عندك مفرمة مفيش اي مشكلة خالص. تضربها بقى، ننعمها، نعمها كويس جدا علشان تبقى تطلع منك متساوية، وتبقى زي اللي بتشتريها من بره. ما ترجعش تقولي ايه لا ده مش متساوية، لا ده مش حلوة، لا مش، لا ان شاء الله هتبقى زي الفل. لو لحمتك حمرة خالص ما فيهاش اي نسبة دهن، فهتحط لها دهون من بره. يعني انا بحط للكيلو ربع كيلو دهون من بره، لو هعمل كفته او هعمل برجر بصراحه بحط ربع كيلو او اقل شويه، مش مشكله يعني. حتى لو عندك موجود في البيت اقل من ربع هيبقى حلو برده. خلاص هنا خلاص نعمت، بنعم البرجر او اللحمه بتاعت البرجر. يبقى احنا عملنا ايه؟ عملنا كيلو اللحمه، وحطينا بصلايه كبيره، وحطينا توم، حطينا ثلاث فصوص توم، وحطينا قرن شطة أخضر وقرن شطة أحمر، وهرسناهم كويس جدا في المضرب، في المضرب إيه؟ في الكبة. طيب وعملنا إيه بعد كده؟ حطينا معلقتين بقسماط ناعم، وحطينا البهارات البرجر. خلاص يلا بقى إيه؟ إحنا كده بننضف الحاجة من على السلاح، بس خدي بالك عشان ما يجرحكيش يعني. يلا نعجنها بقى كويس، وهنحطها في التلاجة تستريح شوية، علشان هي دلوقتي بتلزق يعني، شايفين؟ انا كده بجربها بس، هحطها اكورها واحطها تستريح، وبعد كده نشتغل فيها. بكورها يعني علشان تسهل عليا الشغل بعد كده، بكور كل الكور زي قد بعضها على قد الحجم اللي انت عايزاه. طيب اغسل ايديا بقى وارجع، تكون هي استريحت شوية في التلاجة، يعني 10 دقايق في التلاجة بس. لو مستعجلة على فكرة، لو انا مستعجلة بشتغل على طول، مش هقول لك لا لازم، لا خالص، مستعجله بشتغل على طول. رحت اغسل ايديا وريحت شويه ربع ساعه في الثلاجه وجبتها. هنا جبت ايه؟ جبت غطيين برطمان. ماشي، عندك الفورمه بتاعت البرجر اشتغلي بيها، يعني طب ما عنديش هنا. لا والله انا ممكن اعملها بايديا، ممكن اعملها بغطا برطمان عادي خالص، اي غطا برطمان عندي. غطا هتفردي فيه، والغطا الثاني هتضغطي عليه بيه. طيب وايه بتعملي ايه بالكيس دي؟ كيس ثلاجه عاديه خالص، الكيس اللي هي بتباع فيها لبن بيتباع عاديه خالص. بفتح كل كيس اثنين، شايفين؟ حطيت الكره بتاعت البرجر وبضغط عليها. ممكن هنا تعمليها بايديكي، ممكن تجيب غطا ثاني وتضغطي كده. بصوا خرافه بصراحه يعني، عايزه اقول لك يعني جميل جدا. شايفه انك انا بحط على الصينيه، والصينيه حاطه عليها برده كيس، خدوا بالكم انا حاطه عليها برده كيس. هنا حطيت نص الكيس واحط عليه البرجر، وبعدين بحط الكيس واضغط على الكيس من فوق،
ان انت لو ضغطت بالغطا على البرجر نفسه او على اللحمه نفسها هتلزق في الغطا، فمش حلو. لا انت بتحط نص الكيس، الكيس طويل فبتحط نصه في الغطا، وبعد النص التاني فوق، وتروح ضغط عليه من فوق، ضغط عليه بغطا تاني، ضغط عليه بكوبايه، ضغط عليه بايديكي. بس هي مشكله ايديكي بس ان هو هيصبق، فهو انت لما بعمله بالغطا بيبقى احلى. يعني شايفين عندك الفورمه زي ما قلت لك بتاعت البرجر، اشتغلي بيها. يعني انا حبيت اعمل، انا عندي الفورمه والله موجوده، بس ايه يعني ده اسرع بالنسبه لي، وعشان كمان اللي ما عندوش يعني يشتغل، ما فيش حاجه بتعطل. شايفين يعني بصراحه جميل جميل. خلاص طيب هنعمل ايه بقى؟ طب احنا عايزين نخزن منه شويه، ما هو ده كتير علينا، هنعمل ايه؟ نخزن منه شويه. هنخزن ازاي بقى؟ هنعمل نفس الطريقه، بس لازم قبل ما تحطيه لازم يكون متغلف ببلاستيك كده. ليه؟ لان انت لو حطيتيه على بعض من غير ما تغلفيه هيلزق ماما في بعضه، ومش هيطلع اصلا. هتضطر تعجنيه من الاول بقى وتشتغلي فيه بالاول. طب ليه؟ احنا نقيس كل واحده زي ما احنا مقيسينها كده بالظبط، الكميه اللي انت عايزاها بقى ايا كانت هي ايه. يعني الطبقه ممكن تحطي في 6، تحطي في 8، بتقيسيهم وتلفيهم بورق استريتش وتحطي في الفريز لين ما تعزيه، هتفتحي عليه وتشتغلي بيه. يعني جميل جدا وسهل جدا. خلاص انا هنا بجهز اللي انا هخزنه. طيب اللي احنا بقى هناكله النهارده، جزء هنحطه في الفرن للي عايز ياكله في الفرن، وجزء هنحمره، او اللي عايز ده واللي عايز ده، هيبقى ده موجود وده موجود. شايفين ده اللي هيتحط في الفريزر. خلاص تكيسه وحطه. طيب احنا جبنا الصينيه وحطينا فيها معلقه زيت بنتنها كويس جدا، والفرن سخن جنبي، هحط فيها البرجر وادخلها الفرن. مش هتاخد وقت، ما بياخدش وقت خالص في الفرن، زي الكفته بالظبط. على فكره ممكن تحط تحته بصل وفلفل وطماطم زي الكفته بالظبط، مش بالعكس، ده هيبقى جميل. ده الصوص اللي بيبقى تحته ده والبصل والكلام ده بيبقى تحته بيبقى خرافي بصراحه، بيبقى طعمه جميل جدا. خلاص يلا بقى نروح نحط اللي في الثلاجه في الثلاجه، والصينيه دي هنحطها في الفرن السخن جنبنا، واللي في الصينيه الثانيه ده نروح نحمره. شوفوا خلاص الثاني اتحط في الفرن، خلاص يلا نحمر. الزيت هنا سخن، شايفين ما بياخدش وقت برده في التحميق، خدوا بالكم عشان هو ما بياخدش وقت وبيتحرق بسرعه. لما تسخني الزيت بقى وبعد ما تحط كده هدي عليه الزيت شويه، لان علشان ما ياخدش لون زياده منه. خلاص احنا كده قلبنا جزء، هجيب بقى طبق واحط عليه مناديل علشان اطلع عليه اول ما يستوي نطلع عليه. ده بقى تاكليه مع مكرونه، تاكليه مع عيش كايزر، تاكليه والله بصي حتى لو يعني لو حتى عايزه تعملي سندوتشات هتتعمل برضو سندوتشات. ممكن تعملي في الفينو على فكره، ممكن تقطعيه زي صوابح كده وتعملي فينو عادي خالص لو مفيش كايزر في البيت وعايزه تاكليه بعيش، مش هيقول لك لا خالص. شايفين بصراحه كان جميل جدا، والخلطه بتاعته كانت يعني سهله جدا، ومش عايزه اي افتكاسات ولا اي مشاكل خالص. وبصي لما بتريحيه كمان في الثلاجه بيريحك هو في الشغل. خلاص طلعت ما شاء الله اهو، ايه رايكم؟ هنا بقى نجيب طبق كده وندلعه بشويه جرجير، ندلعه كده عشان بس التصوير مش اكتر يعني، ولما نزوق اكلنا مش عيب يعني، هيبقى يعني العين بتاكل قبل البق يعني زي ما بيقولوا. خلاص زوقنا الطبق بالجرجير، هنحط البرجر بتاعنا اللي طلعناه من الفرن واللي طلعناه من الزيت، ده موجود وده موجود معانا، واللي في واللي خزناه بقى. خلاص ايه رايكم بقى؟ ان شاء الله يعجبكم باذن الله، ويا رب لو عجبكم ما تنسونيش باللايك والشير. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.